هذا اليوم الشوط الحادي عشر اعلنت بداية انطلاقته ليحمل لنا كذلك الجعدان المحليات الاصايل ثنايا اصحاب السمو الشيوخ في الثمانية كيلو متر لتتنافس على مقدمة هذا الشوط وتحديات الثمانية كيلو متر. نسير مع المركز الاول مياس يا مياس على مقدمة هذا الشوط لسمو الشيخ ناصر بن سلطان القاسمي سالم بن علي بن بخيت المسافري الذي يتولى تضميره. المركز الثاني الصويغياتي في المركز الثاني الصويغي لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان يضمر أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي على ثاني المراكز. هملول في المركز الثالث ينطلق هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يقدم لنا هملول. المركز الرابع يتواجد في شاهين لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم ثاني بن عبيد بالكديدة الله يا ابو عبيد مع هذه المشاركة الفعالة. المركز الخامس في هذه اللحظات خامس المراكز ظبيان لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مبارك بن عيسى المطيوعي يضمر على المركز السادس في هذه اللحظات. اما المركز السابع تدخل تلقائي بأداه الجميل بانطلاقاته الرائعة لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن عبد الله بن مساعد الذي يضمره ويقوده إلى هذا الموقع. بينما سلهود بدأ يتحرك في المركز الثاني سلهود ليحمل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم يضمره مطهر بن سيف بن لاحج الهاجري. والمركز الثالث هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم يضمره سعيد بن عبيد الحميري. الأمتار الأخيرة الأمتار الأخيرة ما بين الصويغي وما بين سلهود ولكن الصويغي لا زال مسيطر مسيطر الصويغي على المقدمة من البداية من استار الثمانية كيلو مترات وهو يقود هذا الانطلاق. ولكن سلهود بدأ يسحب بساط المركز الأول بدأ ينطلق إلى المقدمة. الأمتار الأخيرة جاوز يمجاوز مع هذه الانطلاقات والتسللات هذه الرياضة اللي يسمح فيها التسلل في الأمتار الأخيرة في لحظات الوصول إلى خط النهاية. هذا هو سلهود يسحب بساط المركز الأول ينطلق بالمركز الأول ليحمل شعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مع مطهر بن سيف بن لاحج الهاجري الذي يشرف مع هذا الشعار بالتضمير والأدارة. الله يا أبو عمر أشكرك على هذه المشاركة وعلى هذه الانطلاقة للمرة الثالثة على التوالي لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. وعاد الصويقي مرة ثانية الأمتار الأخير الأمتار الأخير الصويقي وسلهود سلهود مسيطر سلهود خلاص ثانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. بينما المركز الثاني الصويقي لسمو الشيخ سيف لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان. والمركز الثالث وصل فيه هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم. بينما المركز الرابع شوف لحظات وصوله اللي في المركز الرابع وصل صوغان لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم. والمركز الخامس التوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام لسلهود 13 دقيقة و 23 ثانية 7 أجزاء من الثانية. تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم تهانينا لمطر بن سيف بن لاحج الهاجري تهانينا للجميع.
التواصل أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء يستمر في انطلاقات